بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا بيكم وبرحب بيكم بكل اخواتنا العراقيين هنا موجودين في الامارات، وبنتمنى طبعا في البدايه التوفيق لمنتخب العراق في البطوله. اكيد منتخب العراق يمكن يعتبر مرشح عن مجموعته المجموعه الرابعه انه يتاهل للدور الثاني. مواجهه اكيد قدام فيتنام في فوارق لصالح منتخب العراق تاريخيا طبعا، لكن دايما يمكن زي ما قال مدرب المنتخب كاتانيتش في المؤتمر الصحفي ان اي مباراه هي المباراه المهمه دايما، وعاده بتكون البدايه صعبه. لكن اللي لاحظته من كلام المدير الفني للمنتخب العراقي ان عنده ثقه وعنده تفاؤل بتحقيق الفوز البكرة. يمكن هو قال كلمة مهمة جدا ان انا ما بنشعرش باي ضغوط، عطفا على الانجازات اللي حققها المنتخب العراقي في يمكن بالاخص في بطولة 2007 بعد فوزه بالكاس النسخة اللي فاتت في استراليا. المنتخب العراقي حقق المركز الرابع، طبعا ده اكيد ممكن يكون مشكل، مفترض انه يشكل ضغط على المدرب في النسخه الحاليه انه يحاول على الاقل يوصل لنفس المركز ان ما كانش المنافسه على البطوله. لكن واضح ان هو مش زي ما بنقول كده مش حاطط في باله الامور ديت، وحاطط وضع ثقه كبيره جدا في لاعبته. اتوقع تجربه كاتانيتش مع المنتخب الاماراتي كانت مختلفه تماما. اولا كان هو لسه حديث عهد بالكره في المنطقه، ولسه تقريبا كان تاني محطه ليه او ثالث محطه، دلوقتي هو اكثر خبره، اكتسب معرفه كبيره بالكره في المنطقه. فانا بالعكس انا ما انت عمله مع كاتانيتش في الاتحاد السابق في الاتحاد الاماراتي اشاده بامكانياته، برغم ان هو لم يحقق المطلوب منه، لكن هو مدرب يجيد الدفاع وده الاهم للمنتخب العراقي. عانى كثير من على مستوى الاداء الدفاعي خلال تصفيات كاس العالم، وشفنا قد ايه كان الاداء متراجع. فهو يجيد التنظيم الدفاعي، ولكن عنده مشكله دايما ان بيخاف يهاجم، وطبيعه الكره العراقيه واللاعب العراقي مش كره دفاعيه. الكره العراقيه دايما تحب تلعب وتمتع الجماهير، والملاعب العراقيه دايما كانت ولاده، واخرها جيل يونس محمود ورفاقه يعني. فبالتالي المنتخب العراقي امام فرصه ان هو يعيد تقديم نفسه مره اخرى، ويحاول طبعا تكرار انجاز 2007. المنتخب العراقي الاول الجيل الحالي اول بطوله اسيويه لي، طبعا هو ثاني اقل معدل اعمار في البطوله بعد منتخب فيتنام، منتخب صغير السن، منتخب طموح وطموح جدا. مدرب عمل سابقا مع منتخب الاماراتي، مع منتخب سلوفينيا. منتخب العراقي في توقعي سيصل على الاقل الى دور الثمانيه في البطوله. نعم، يعني تتوقع يصل دور الثمانيه؟ طبعا هذا توقعي في المنتخب العراقي.